السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. طبعا النهاردة هنتكلم على أفضل مغذي للنباتات والأشجار والخضروات. هنتكلم النهاردة على قشور البيض. طبعا ده قشور البيض، كلنا بنستخدم البيض. طبعا قشور البيض زي ما انتم بتستخدموها، طبعا نبدأ ان احنا نكسرها كده. بعد ما بنستخدمها بتحسن طبعا خصوبة التربة وبتحسن تصريف التربة، وكمان طاردة للآفات اللي هي طبعا للآفات الحلزونية والقواقع. طبعا المهم ان احنا لو عندك خلاط تخلطها فيه او كسرها زي ما انت شايف كده، وتعتبر طبعا سماد عضوي للنبات. اول حاجه بنبدا ان احنا نكسر، دي نستخدمها طول السنه، نبدا ان احنا نكسرها. وبعد كده بنروح على الشجره او النبات، نبدا ان احنا نحطه في التربه حوالين جذور النبات، ودي تقدر تعملها كل اسبوعين. طبعا قشور البيض بيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو عنصر ضروري لتعزيز نمو النباتات. وكمان بيطرد الكالسيوم، ده طبعا لما بيزيد النباتات بيساعد على منع مشاكل التعفن الأطراف وكده. زي ما انتم شايفين كده نفضل نخلط فيها في التربة، وتقدر انت تحطها بقى لكل الاشجار اللي عندك سواء داخلية او خارجية. وكمان ده بيهرب زي ما انتم شايفين كده، بيساعد التربة ويساعد على التزهير ويساعد على النمو الخضري. طبعا كل ده، وكمان لو عندك معلقة قهوة برضو حطها ضيفها ليه، ده بيمنع القواقع اللي هي بتأثر على النباتات والاشجار، زي ما انتم شايفين كده. وتقدر انت تحطها لكل الاشجار والنباتات اللي عندك. فتجاه تدعمنا باللايك والشير وشارك، وكل جديد ان شاء الله على الصفحة. حطها كده واخلطها في التربة زي كده، ادعمنا باللايك لايك لايك لايك.